يعني انت عارف انا مع ان انا ارد حتى من غير ما اجيب سيره الشائعه نفسها. اشاره ضمنيه لكن دون، لان دي احيانا بياكدها، بتدي انطباع عن مجتمعنا انه مجتمع شائعات. يعني انه والشائعه موجوده طالما غابت الحقيقه. انا بس هنتهز اللي حضرتك بتقوله، لانه انا الاستاذ احمد خيري المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم مشكورا، احنا كنا بنتكلم على الولد الصغير اللي كان بيعيط. طبعا طبعا. فهو بعت رساله مشكورا، والست صورته المدرسه بتاعته للاسف. طبعا. اللي المفروض تعلمه كل ما هو جميل في الحياه. بالظبط. والاستاذ احمد بعت لنا رساله مشكورا، لانه هو الحقيقه الراجل بيرد علينا باستمرار. بيقول تم التوصل لاهل الطفل الذي يبكي في المدرسه وجاري اتخاذ كل الاجراءات صباحا. اشكرك جدا استاذ احمد خيري، وهنبقى متابعين مع حضرتك بكره ان شاء الله. دي متابعه يعني مثاليه جدا، ان ما فاتش دقايق على الكلام وعلى منظر الطفل. وانا ذهلت في الست المدرسه، واحده بتصور واحده عايزه تضرب، يعني دول ومحدش قال له اي حاجه. مش عارف، موضوع الشائعات محتاج معالجه اخرى. معالجه اخرى. انا هو فكرني ببرنامج كان في صوت العرب في الستينيات، كان بيعمله احمد سعيد الله يرحمه. اكاذيب تكشفها الحقائق. وحتى وقف بعد شويه، لانه كان يذيع من راديو صوت العرب الاكاذيب. صح انه بيرد عليها، انما الناس كانت احيانا تذهب وتسيب الحقائق. الناس تذهب الى الكذب وما تقولش الايه؟ الحقائق. فده موضوع فمحتاجين وقفه. هم عاملين مجهود الحقيقه كبير جدا، بس زي ما حضرتك بتقول محتاجين وقفه.